السلام ورحمة الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين القوسين، نناقش فيها جوانب القصور والإهمال والفساد المتنامي في السفارات والملحقيات اليمنية. على العكس مما هو مأمول، تتحول بعض السفارات والملحقيات اليمنية إلى عبء إضافي على المواطن، وتمثل وصمة عار بوجه الحكومة والدبلوماسية اليمنية. أسوأ من ذلك أن يتحول المسؤول اليمني في الخارج إلى خصم يستهدف أبناء بلده بشكل يتنافى مع المهام الدبلوماسية. ولا يكاد يمر شهر دون أن يشكو مواطن يمني، طالب أو مريض أو مغترب أو تاجر أو حتى عابر ترانزيت، من تقصير أو فساد الدبلوماسية اليمنية. تجاهل إداري تجاه المواطنين وسرقة للمنح الطلابية والتحايل على مستحقاتهم المالية، بل أخطر من ذلك استخدام النفوذ لتهديد مستقبلهم، وإهمال ولا مبالاة بأوجاع المرضى، والتعامل مع بعضهم وكأنهم فرص للمتاجرة في أسوأ استغلال لظروفهم القاهرة. عن معالم التقصير والفساد الإداري في السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج ستكون حلقتنا لهذا اليوم، وسنناقش ذلك مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من كوالالمبور الدكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات، ومن موسكو طالب الدراسات العليا يوسف مرعي، ومن جنيف سيكون معنا الصحفي نبيل الأسيدي. أبدأ مع ضيفي من كوالالمبور عبر سكايب الدكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات. دكتور، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير شادي، مساء الخير. أهلا بك دكتور. نتحدث اليوم الكريم. نتحدث اليوم دكتور عن واقع السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج. كيف تنظر لواقع السفارات والملحقيات اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الكريم، يعني المشكلة لا تكمن في لفظة السفارات أو الملحقيات. هناك خلل كبير في الخارجية اليمنية. هناك عدم توازن ما بين الموظفين الجدد وبين كادر وزارة الخارجية. من مساوئ مخرجات الحوار أنها يعني وضعت هذه الخارجية للمحاصصة المناطقية، للمحاصصة الجهوية، بما يعني تطييف اليمن وتحويلها إلى جهويات، وتحويل الوظيفة العامة معها إلى جهويات. التقيت في 2016 بوزير الخارجية السابق، وكان يبدو فرحا ومرتاحا لهذه الخطوة، أننا استطعنا بحسب قوله أن نقسم السفارات 50% ب50% في يعني ما بين الشمال والجنوب وفقا لمخرجات الحوار. وما جرى بالتالي هو يعني تحايل على مخرجات الحوار، وتحايل على قانون الخدمة المدنية والوظيفة العامة. تم تعيين 80% من الجنوب و 20% من الشمال، تقريبا بواقع لدينا 55 سفارة في الخارج، 38 سفارة تم ضمها يعني توظيف جنوبيين فيها، وبقية السفارات من الشمال. هذه يعني جزء من المشكلة الحقيقية. نعم، لكن أن دكتور الكثير يتحدث أيضا أن المشكلة ولا موظف السفارات. نعم، لكن دكتور الكثير يتحدث أن المشكلة يعني ليست يعني حاصلة مؤخرا بسبب المحاصصة، بل وأنها منذ الثمانينيات والناس يشكون من واقع هذه السفارات، يعني أن يكلف السفير بمهمة دبلوماسية وتمثيل البلد في الخارج هو يعني تكليف ومسؤولية أكبر، وليست كما ينظر إليها بعض السفراء والعاملين في السفارات اليمنية بأنها سلطة يستعرضون بها على المواطنين، بالتالي هناك يعني أحيانا السفارة تغلق على أبواب مواطنين أو في وجوه المواطنين. كثير من القصص تحدث منذ ما قبل الحوار الوطني وفي السابق منذ الثمانينيات. يا سيدي الكريم، لا شك أن هناك أخطاء يعني مرت بها الخارجية، هناك تحسين للأوضاع،
لكن اجمالا ما بعد 2015، خلينا نقول ما بعد انقلاب 2014، ارتبكت الخارجيه كما ارتبكت كل مؤسسات ووزارات الدوله. ما يعني قبل هذا التاريخ يعني كانت الامور الى حد ما طيبه. انا درست هنا في ماليزيا وكانت لدينا وقفات احتجاجيه ضد السفاره، لدرجه ان القنصل سابقا ذهب واشتكى بمجموعه من الطلاب وانا من ضمنهم، وظللت يعني لمدة أسبوع متخفي. لكن ومع ذلك ليس الوضع اليوم كما كان بالأمس، كان هناك احترام آخر، هناك نوع من يعني من احترام العمل الدبلوماسي، هناك خوف من الصحافة، هناك خوف من الإعلام. لكن ما يجري اليوم يعني مثير، يعني مثير لكثير من التساؤلات. الطلاب في روسيا عندما أغلقت أبواب السفارة وتم يعني طلب البوليس لهم، كانت كل وسائل الإعلام تتحدث بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعي والتقليدي، لكن السفارة لم تكن تكترث، لم يكن السفير يكترث. يعني التغييرات التي حدثت اليوم كبيرة. يعني مثلا خذ عندك، يعني نضرب مثلا بسفيرين من السفراء، واحد من سفراءنا في الخليج العربي جنسيته إماراتية وهو سفيرنا في الإمارات، وسفيرنا في روسيا جنسيته تشيكية وهو يعني يقوم بعمل دبلوماسي للبلد. من بالضبط. متى كان القانون اليمني يسمح للأجانب بالعمل كدبلوماسيين؟ ما يجري اليوم لا يشبه ل 2008 ولا 2000 يعني 1980 ولا يعني حتى بعد الستينات. ما يجري اليوم شيء مخيف للغاية. كأن السفارات، بعض السفارات خلينا نقول لا نعمم، يعني وكأنها يعني أملاك خاصة. هناك توظيف بالهبل، هناك توظيف بلا معنى. أن يأتوا بواحد لا علاقة له لا بسلك دبلوماسي ولا بخارجية، ولم يكن مختص ولا موظف في السلك المدني ولا السلك العسكري، ويزقون به هكذا سفيرا من إلى الهواء، يعني كما تتم بل التعيينات في وايضا دكتور، الوزارات يعني وفي غيرها. تجد ما هذا ما ما ايضا ما اريد ان يتعامل مع نعم السفارة وكأنها يعني مكان خاص به، وبالتالي يعني يمارس استعراضات كثيرة على مواطنين البلد التي يمثلها، بدلا ان يخدمهم ويقدم خدمات هذه السفارة للمواطنين. نعم نعم هناك يعني أخطاء كبيرة ترتكبها السفارات، وتحدث النشطاء وتحدث الناس وتحدثت وسائل الإعلام عن بيع منح في هذه السفارة، وعن يعني أخذ حقوق طلاب في هذه السفارة. دعني أوضح نقطة مهمة، هي أن الشرعية بالتعيينات الفاسدة للسفراء والوكلاء والوزراء وما شابه يعني خلقت مشكلات كبيرة. اليوم هذه التعيينات تبعث رسائل سيئة إلى الشعب اليمني وإلى الناشطين وإلى المتطلعين إلى غد أفضل، وإلى الناس الذين يقاومون الانقلابات سواء في صنعاء أو في عدن. هذه تبعث رسائل إحباط، رسائل سيئة. لماذا بالضبط. هذه التعيينات؟ لماذا هذا الترف؟ لماذا كل هذه يعني الانتشاء في التوظيف؟ السفارة لا تحتاج إلا شخص السفير وسكرتيرة، لا تحتاج 30 و20 و40 و50 موظف ومستشار. من يعني منذ ويا ليت 2014 أنهم سفارة يقدمون اليمن في خدمة القاهرة لهذا المواطن المستشارين في أي بلد، يعينون. ويا ليت أنهم يقدمون خدمة في يعني ألمانيا لا ترقى يوجد بمستوى مقاعد التعيينات الكثيرة لا. هذه. دكتور تكرم بالبقاء معي، وأرحب الآن نعم بضيفنا عبر سكايب، طالب في الدراسات العليا من موسكو، سينضم إلينا يوسف مرعي. سيد يوسف مساء الخير. مساء النور لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بك، أهلا بك سيد يوسف. نتحدث اليوم عن واقع السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج. أنتم الطلاب يعني أصحاب أكبر تجربة في التعامل مع السفارات والملحقيات في الخارج، كيف تنظرون لواقع السفارات والملحقيات اليمنية؟ بالنسبة لواقع، أعتقد الأخ الدكتور فيصل علي ذكر الكثير من الملاحظات المهمة، لكن للأسف الشديد اليمنيين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة. يعني
كان يفترض في ظل الواقع المزري وحالة الانكشاف التي تمر بها اليمن كدولة، كان يفترض أن يفعل هؤلاء السفراء على أن يخففوا من معاناة اليمنيين قدر المستطاع، وأن يكونوا لسان حال الشعب اليمني لدى المحافل الدولية ولدى هذه الدول. للأسف الشديد الدول المهمة ذات التأثير، الدول الخمس التي تملك حق النقد، للأسف نشهد قصور كبير جدا في أداء سفرائها. على سبيل المثال في روسيا عينت الشرعية اليمنية للأسف الشديد سفير كان متقاعد ل10 سنوات، وهذا مخالف لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي اليمني رقم 2 لعام 1992. هذا إنسان انتهت فترة عمله، هو في متقاعد، تم بعث من جديد، أرسلوا. كنا نظن أنه كانت المشاكل بين الطلاب، الرابطة الطلابية في روسيا والقائمين بالأعمال السابقين كانت مستمرة، وصل والاحتجاجات الطلابية قائمة. اجتمعنا بالسفير، قلنا ربما هذا الرجل يفكر بطريقة مختلفة، ربما تابع الاحتجاجات السابقة التي كانت تحدث مع القائمين بالأعمال السابقين. وقعنا التزامات ونكث بالالتزامات بعد 10 أيام من توقيع الالتزام مع الرابطة الطلابية في موسكو. لم يقدم للقضية اليمنية شيء هذا السفير للأسف الشديد، بل بالعكس يقوم باستعداء كل من له صوت أو استعداء الحركة الطلابية وتدخل في أعمالها. هذه الحركة التي كانت أول، يعني أقول أنا عبر قناة بلقيس الموقرة، أن الحركة الطلابية في روسيا عندما تم الانقلاب على الدولة اليمنية في صنعاء خرجت أول مظاهرات في موسكو تنديدا بالانقلاب على الدولة. من قام بهذا العمل؟ الحركة الطلابية. الاحتفالات الوطنية تقوم بها الحركة الطلابية، وفي ظل الوضع السيء والصعب الطلبة يحتفلون ويفترقون من مرتباتهم الشهرية. بالفعل هذا ما نلاحظه في الكثير من الدول. أثناء الحصار يوسف تعز هنا لو قاطعتك، هذا ما نلاحظه طبعا بالكثير من الدول. كل ما دائما الفعاليات الوطنية من يمثلها ويحييها هم الطلاب والشباب، بينما يغيب دور السفارات والملحقيات اليمنية على مدى طويل في السابق. ما أريد القول أنه مثلا مشكلتنا كيمنيين، كل اليمنيين مع السفير أحمد الوحيشي لم تكن منذ أسبوع مضى، يعني كانت منذ أن تم تعيينه في قصور كبير في حماية اليمنيين. هناك من مات في ظروف غامضة في ضواحي موسكو، وظل الشهيد جعفر جسار في الثلاجة لشهر. الجهات الرسمية الروسية أبلغت السفارة لم ترد على الجهات الرسمية إلا بعد 7 أيام، يعني كان الذي مات للأسف الشديد لا يعنيهم. حيوان، يعني لا اعتبار، لا يعنيهم، لا اعتبار لليمني، قضايا اليمنيين في هذا البلد في الهامش بالنسبة طيب للسفير، يوسف لأنه لو لم أكن رأى أن مخطئا، هذا يعني المنصب أنت كانت لك قصة حدثت منذ أسبوع وتعرضت للسجن لو لم أكن مخطئ. يعني لو تضعنا في صورة هذه القضية، كيف لسفير أن يوجه باحتجاز وحبس أحد رعاياه والذي هو مسؤول عليهم بصفة مباشرة؟ طبعا ما حدث اخي العزيز انه تم دعوه الرؤساء الروابط الطلابيه من مختلف المدن الروسيه، وكما تعرفون روسيا بلد كبير ومترامي الاطراف، تم دعوتهم للقاء مدير عام البعثات الذي اتى من المبعوث من وزاره التعليم العالي للقاء رؤساء الروابط الطلابيه والحديث معه عن مشكلات الطلابيه، نعم مستحقات متاخره لاكثر من 7 اشهر، رسوم دراسيه منقطعه لسنتين. وبالتالي الرؤساء الروابط الطلابية تحركنا بناء على هذه الدعوة للقاء السفير ومدير عام البعثات. الذي حصل كان عبارة عن فخ نصبه السفير بإحكام، لأنه يستعدي اليمنيين الذين دائما، أو طلاب الذين دائما صوتهم مرتفع ضد أداء وتقصيره. تفاجأنا أنه أغلق باب السفارة اليمنية في ظل برودة شديدة سالب 2 تحت الصفر، فجاءت استدعى الشرطة
الروسية لاعتقالنا، الشرطة الروسية تعاملت معنا بطريقة فجة جدا، رغم أنه كنا يعني كان هناك عناية في اختيار الطلاب، كان عندهم صور. المهم أنه عند ما تم حجزنا، أنا سألتهم، قلت لهم بأي وجه حق يعني تعتقلوننا؟ قالوا هناك بلاغ من سفيركم أنكم تشكلون خطرا على حياته، وهذه تهمة خطيرة طبعا في قانون بالضبط العقوبات بالضبط الروسية، ويترتب عليها عقوبات كبيرة جدا، تأتي نعم في سياق المادة 205 من قانون العقوبات الروسي، هذه يعني تهمة الإرهاب بالضبط والذين يشكلون خطر على حياة الدبلوماسيين وعلى عمل البعثات. قبل حوالي 3 أيام أعتقد، أو يوم الجمعة، مدير عام البعثات في وزارة التعليم العالي نعم سالم الطاهري والملحق الثقافي قالوا أن السفير يريد الحديث معنا، فتحوا باب السفارة، تكلموا رؤساء الروابط الطلابية مع السفير، وكانت جلسة مكاشفة إن صح التعبير. كل رؤساء الروابط الطلابية قالوا للسفير، لم نعهد أنه منذ إنشاء العلاقات اليمنية الروسية أن تم أن هناك مخالفات بهذا الحجم لم يقم بها أي سفير سابق، أنت قمت بها للأسف الشديد، أنت تكذب على اليمنيين بشكل مستمر، القضية اليمنية بالنسبة لك في الهامش. لكن اللي حصل أن السفير، كان هناك نقاط بين الروابط الطلابية مسودة اتفاق مبدئية على أن تفتح باب السفارة لكل اليمنيين أثناء الدوام الرسمي، وعلى أن تلتزم السفارة بعدم تلفيق تهم على الطلبة اليمنيين، وعلى تشكيل لجنة من قبل وزارة الخارجية. لكن للأسف الشديد، وكان المفترض أن نوقع على المحضر النهائي اليوم، لكن السفير كما عود اليمنيين دائما أنه يكذب كما يتنفس. السفير اليوم تنصل على الاتفاق ورفض التوقيع، نعم وهذه رسالة يعني لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. أنا أسأله سؤال، هل كان ليرضيك فخامة الرئيس أن يقال مثلا جلال عبد الرب منصور هادي أو ناصر عبد الرب بالطريقة المهينة التي تم اقتيادنا بها إلى السجن وتوقيفنا وتمرمينا في سجن مع مخمورين لسبب أننا رفعنا صوتنا وقلنا هذا السفير لا يخدم القضية اليمنية، بل وحجم إلا التهمة عليكم من التي يخدم وضعها، السفير اليمني؟ يعني هي بالفعل مشكلة كبيرة، يعني أن تطرح طبعا تهمة بهذا الحجم ليست بالبسيطة، هناك كما يقال يعني 15 عاما سجن في هذه التهمة التي وجهها السفير. إذن سأعود إليك سيد يوسف، وأذهب الآن لضيفي الدكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات. دكتور فيصل، إذا ما أخذنا يعني السفارة الروسية، السفارة اليمنية في روسيا، أخذناها كنموذج يعني من خلال متابعتك لما حدث في الأسبوع الماضي وما تحدث عنه الطالب يوسف مرعي، بأن سفير يوجه تهمة لطالب بأنه يعرض حياة هذا السفير للخطر، وتأتي السلطات لتحتجز هذا الطالب، وهناك عقوبات وخيمة على هذه التهمة. ما جرى في سفارة اليمن في روسيا كبير جدا، وهذا يعني أثار موجة غضب عند النشطاء وعند الناس وفي وسائل الإعلام. ما فعله السفير غير لائق وغير دبلوماسي، هو هناك ليرعى مصالح أبناء اليمن في روسيا وليوطد العلاقات بين البلدين، يعني يقوم بدوره في خدمة اليمن في هذا الظرف الحساس. هذا الرجل يعني خرج عن العرف الدبلوماسي وعن اللياقة، وقام بعمل معادي لليمنيين. يعني كل الناس كانوا يتحدثون بأنه يعادي هؤلاء الطلاب، وهذا استعداء للشارع اليمني في الداخل، ويعني هؤلاء الطلاب لديهم أهلهم ولديهم محبيهم. اليوم قضايا الرأي العام مكشوفة أمام الجميع، لا يستطيع أحد أن يتصرف خارج القانون ولا أن يقوم بدور غير دوره، لكن هذا السفير فعلها، وكان يرد على رسائل الناس باستخفاف، لقد قمنا بإخراجهم الحمد لله. هكذا رأيت كثير ممن أرسلوا له على يعني على رسائل على الواتساب، لكنه كان يرد
بكل برودة أعصاب هذا السفير يجب أن يحاسب ويجب أن يستدعى. لكن اليوم الخارجية اليمنية كما تحدثت يعني قبل قليل وكما تعلمون يعلم السادة المشاهدين تمر بفترة عصيبة، كان من المفترض أن تقوم هذه السفارة مع الرعاية اليمنيين في الخارج بتمثيل اليمن، يكون هناك دور تكاملي يعني لتوضيح القضية اليمنية وما يجري في اليمن عن طريق العمل الدبلوماسي والعمل الشعبي من خلال الطلاب والجاليات، والطلاب خير من يمثل البلد، لكنهم للأسف لكن هذه السفارات الخارجية ليس لديها برنامج عمل. أيضا كما أن يعني وزارة التعليم العالي تتحمل الكثير من المشكلات، أوقفوا الابتعاث لكن منح أولاد المسؤولين وأولاد الفاسدين تصل. قبل سنة كانت المنح في كوالالمبور في ماليزيا تقريبا 400 وحاجة منحة، اليوم يمكن أن تصل إلى 1000. كل يوم هناك كشوفات سرية تسرب، بينما المستحقين وأوائل الجمهورية لا يحصلون على حقوقهم، والطلبة المبتعثين من السابق لا يحصلون على حقوقهم. لماذا يوسف مرعي وزملائه تعرضوا لهذا الاعتقال؟ لأن هناك مخالفات، هذه المخالفات من ضمنها تأخير مستحقات هؤلاء الطلاب. اليمن دولة اليوم يعني كما نعلم في وضع حرب، لماذا الابتعاث بهذا الشكل العشوائي؟ لماذا لا يتم ترتيب الملفات والأولويات؟ هؤلاء الطلاب أولوية الذين يعني كانت لهم منح من السابق، لماذا هذا الفساد في الابتعاث والفساد في التعيينات والفساد في ترك المجال للسفراء ليمثلوا أنفسهم ويمثلوا مصالحهم الشخصية ولا يتم محاسبتهم ولا يتم يعني عمل برنامج لهؤلاء السفراء ليقوموا بتعرية الانقلابات في صنعاء وعدن وفي دول التحالف التي يعني تتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية؟ الشرعية اليمنية للأسف تخسر الشارع اليمني وتخسر الداخل اليمني وتخسر معارك هنا وهناك وتخسر بالضبط. الخارج وتخسر الطلبة وتخسر السفارات. نعم جميل دكتور فيصل، تكرم بالبقاء معي، سأعود إليك لاحقا، ولكن سنذهب الآن لأن نشاهد هذا الاستطلاع من الداخل، ولكن سوف يتحدث الناس من خلال هذا الاستطلاع عن آرائهم وانطباعاتهم حول عمل السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج، نشاهد سويا. يجب أولا محاسبة السفارات على عملها الوطني، كثير من السفارات تقف عائقا أمام أنشطة ومظاهرات وفعاليات الجاليات اليمنية بمختلف تشكيلاتها الوطنية. هذا مدخل مهم جدا لتفعيل القضية الشرعية أمام العالم. إذا لم تكن سفارتك تشتغل لبلدك فمعنى ذلك أنها تقف على الحياد، ولا ندري ما هو موقف الحياد في هذا الموضوع. الخارجية ليست وزير الخارجية وليست تصريحات في وتغريدات في صفحته، وإنما هي عمل متكامل في كل البعثات الدبلوماسية اليمنية. أعتقد أن هذا المجال مشلول جدا، وإذا كان هناك من ملاحظات على الفساد المالي فهناك أيضا ملاحظات على الحياد والفساد في موقفها مع الشرعية. متابع للوضع القائم على السفارات والسفراء ومن يمثلهم يعني كمندوبين، وقد سمعنا ولاحظنا الكثير من الشكاوى وخاصة في جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج، خاصة وأنهم يمثلون وجهة اليمن يعني، والمفترض أن يتم الاعتناء بهم وخصوصا في مستحقاتهم ومتطلباتهم. كذلك نلاحظ هناك فساد إداري من حيث البعثات والمنح التي يتم منحها كتبادل ثقافي بين الدول الأخرى وبلادنا، وهذا يدل على أن السفارات والقنصليات التابعة لها لا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب، والذي ينبغي أن يكون هناك كفاءات وكوادر مؤهلة تحترم يعني مبادئها وتحترم قوانين العمل وتؤدي أعمالها على أكمل وجه. أيضا كما أننا نطالب من حكومتنا الشرعية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي بأن يكون هناك اختيار جيد لسفراءنا الذين يمثلون بلادنا التمثيل الأمثل وكونهم سفراء لبلادنا، ونشيد بجهودهم وجهود الحكومة الشرعية ودولة رئيس مجلس الوزراء وكل القائمين على الشرعية. وكما أننا نتمنى ونأمل أن يكون هناك حلول عاجلة للمشكلات القائمة والحاصلة في البلدان الأخرى، وخاصة الذي يعاني فيها طلابنا أكثر المعاناة، نأمل ذلك ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. للأسف الشديد طلابنا في الخارج يعانون معاناة، يعني معاناة مأهولة.
أيضا وصل أحدهم قبل أيام تقريبا، انتشرت على أوسع نطاق في موقع التواصل على أنه وصل المسؤول اليمني أو السفير في روسيا بالإبلاغ عن الطلاب لكونهم يطالبون حقوقهم. فأول نقطة تتخذها الحكومة تغيير السفراء، يعني باختصار يعني إذا هذه ظاهرة من السفيرة في روسيا أنه يقوم بالإبلاغ عن الطلاب بسبب أنهم يطالبون حقوقه، فهذه حاصلة قبل فترة تقريبا قرابة السنة في الهند، كان الطلاب يشكون ويبكون هناك في القاهرة، في كل دول العالم الطالب اليمني والمسافر اليمني يعاني معانا، وهذا من ضعف الإدارة. إذن مشاهدين، هذه كانت تصريحات حول أداء وعمل الملحقيات والسفارات اليمنية في الخارج. وأرحب الآن بضيفي من جنيف، سينضم إلينا الصحفي نبيل الأسيدي. سيد نبيل، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد نبيل. نتحدث اليوم عن وضع السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج. أنتم يعني أطلقتم حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللهم لا حسد، وهي يعني ترصد الكثير من التجاوزات والفساد الحاصل في الكثير من الجوانب، لعل السفارات والملحقيات اليمنية لها النصيب الأكبر من الفساد الذي رصدته هذه الحملة. لو تضعنا في صورة حول واقع السفارات والملحقيات اليمنية بنظرك. أولا أشكر ضيوفك الكرام، و أحب أن أضيف إلى ما قالوه بأن هناك إشكاليات رئيسية أدت إلى هذا المنتوج المشوه للعمل الدبلوماسي، أبرزها هو إغراق السلك الدبلوماسي بشخصيات من خارج السلك ومن خارج الجهاز الإداري وإطار الدولة، وأصبحت معايير التعيين مختلة حسب صلة القرابة، مراكز النفوذ الشلالية، القرب من الرئاسة أو غيرها أو من الشخصيات نافذة داخل الرئاسة. إضافة إلى وهذا نقطة مهمة، غياب الأجهزة الرقابية وبالذات غياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعني بمراجعة مؤسسات الدولة وجانبها المالي والإداري، أيضا غياب هيئة مكافحة الفساد، وكل الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الصدد هي مغيبة، وبالتالي لا يوجد هناك آلية رقابة واضحة إزاء العمل لدى السفارات. أضف إلى ذلك غياب الجهاز القضائي أو شبه تغييب الجهاز القضائي الذي يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث أي إشكاليات لتصحيح أي وضع غير سوي. الجميع يعمل بدون وازع أو خوف أو قلق من الإساءة المسؤولية، بمعنى أنه من أمن العقوبة أساء الأدب. وهناك نقطة مهمة هي ذات علاقة بوزارة الخارجية، أن المشكلة داخل وزارة الخارجية أصبح يعني لا يوجد إلى الآن دوائر مختصة تراقب العمل الدبلوماسي، فمكتب الوزير حاليا هو الذي يختزل كل الدوائر التي كانت متواجدة سابقا، يعني مثلا دائرة أمريكا، دائرة آسيا، دائرة الملحقيات، مختلف الدوائر كلها كانت برئاسة سفراء وفيها مختصين يستطيعون المتابعة ومراقبة الأداء الدبلوماسي وعمل السفارات، لكن بكل بحسب اختصاصه. الآن أصبحت الدوائر كلها أشخاص فقط في مكتب الوزير، والأمر الذي أضعف دور الوزارة في هذا الجانب. هناك نقطة أخرى، لكن سيد نبيل أيضا البعض يتساءل البعض بأن يعني نجد الكثير من السفراء يعني على فترات سابقة حتى في أيام فترة علي عبد الله صالح، يعني كان الوضع في السفارات اليمنية السفير الذي يعني يعين في أي دولة يشعر بأن هذا المبنى الذي سلم له كأنه ملكية خاصة به، وأنه يعني متحكم وصاحب سلطة في هذه البلد، وليس آتي إلى هذه البلد لخدمة الناس كما تمليه هذه الوظيفة. أولا أحب أن أوضح أن المقارنة بين ما كان وما هو حاليا هو أمر غير منطقي تماما، لأن الشعب اليمني قام بثورة في 11 فبراير لتصحيح أي اختلالات كانت متواجدة في السابق، وبالتالي أن الحديث، لكن اليوم الوضع أسوأ من السابق سيد نبيل. نعم، الوضع اليوم أسوأ من السابق طبعا، وبالتالي نحن الثورة قامت من أجل
التخلص من هذه من تلك السلبيات، لكن للأسف الشديد ما حصل هو انتكاسة لأحلام اليمنيين، والذي حصل في منظومة الخلل في منظومة الإدارة، العمل في منظومة الإدارة والعمل والاختيار الذي أنتج عمل دبلوماسي ضعيف مشوه هش. حتى عمل السفارات أصبح الآن منقوص الأداء، ظهرت الكثير من الاختلالات الدبلوماسية جراء انعدام الخبرة. يعني هناك رسائل غير مثلا رسائل إلى الجهات في بعض الدول غير دبلوماسية، هناك ضعف الكفاءة، هناك عقلية الاستحواذ غير المنضبطة وغيرها من جوانب القصور التي أدت إلى العديد من الإشكاليات الحاصلة في كثير من السفارات. أيضا هناك نقطة مهمة، هناك منظومة الفساد التي أنتجتها الحرب الحالية، حيث انجرفت المعايير وضاقت لتتحول الشخصيات الحكومية من شخصيات مسؤولة إلى شخصيات فاسدة مهمتها جمع المال، مراكمة الثروة كفرصة لن تتكرر مرة أخرى. لعل الأغلب هذه نقطة مهمة جدا من خلال متابعتي في الحملة التي استمرت 4 سنين ولا تزال. هناك رؤية يعني ربما ملخص، لعل أغلب الذين يعني المسؤولين يعرفون جيدا أنهم حصلوا على تلك المناصب بالمحسوبية، بالمصالح الشخصية والشللية، بعوامل ليست لها علاقة بالكفاءة أو بالإمكانيات. وأن أي مستقبل سياسي طبعا سوي، مستقبل سياسي سوي لن يقبلهم ولن يكون لهم مكان آخر في المستقبل، بالتالي هذه هي فرصتهم الوحيدة لجمع الثروات. أي بمعنى بسيط يعني بما يقول المثل اليمني، يا رايح كثر بالفضايح. هذه الإشكالية يعني واضحة وكبيرة جدا. هناك من يرتب أوضاع أسرته وعائلته في السفارات وفي المواقع السياسية من أجل استلام الكثير من الأموال. الآن أيضا مسألة المرتبات الباهظة بالدولار جعلت الجميع يتسابقون من أجل الحصول على هذه الوظائف لأبنائهم وأقاربهم أو للمقربين منهم ولتبادل المصالح. الأمر الذي جعل مسألة الكفاءة والقدرة وفي أدنى سلم الاهتمامات الدولة. للأسف الشديد الكل يعرف أن اليمن في حالة حرب، وأن أسوأ أداء للحكومة الشرعية هو أداءها السياسي والدبلوماسي في الخارج. الجميع في الخارج لا يجد أي حضور سياسي أو دبلوماسي للحكومة الشرعية للتعريف بقضيتها. للأسف الشديد الميليشيات تتحرك أفضل منهم، والسبب الرئيسي هو الاختلالات أيضا المالية الكبيرة. هناك أيضا مشكلة في وزارة الخارجية لها علاقة بقطاع الشؤون المالية والإدارية. الآن لا يوجد سوى شخصين فقط، اللي هو وكيل الوزارة أوسان العود وموظف آخر ماسكين كل الجوانب المالية والإدارية، وبالتالي ليس هناك أي رقيب أو حسيب إزاء هذه والكثير من الفساد يخرج من هذه النقطة. جميل، سأعود إليك، سأعود إليك سيد نبيل، وهناك الكثير من النقاط سأكملها معك، لكن سأذهب الآن لضيفي من موسكو السيد يوسف مرعي، طالب في الدراسات العليا. يعني سيد يوسف، يعني هناك كما يبدو المشكلة متفاقمة يعني من حكومات سابقة وحتى الآن. يعني برأيك لماذا تظل مشكلة الطلاب قائمة ولا يوجد لها حل جذري حتى الآن؟ باختصار شديد، لأن الحكومة اليمنية للأسف والحكومة الشرعية لم تستطع إيجاد أو صياغة آلية معينة لصرف آلية لانتظام صرف المستحقات في أوانها. مثلا أعباء الدراسة للآن 7 أشهر لم نستلم المستحقات المالية، كان من المفترض أن نتقاضى الآن الربع الرابع للعام الدراسي، لكن نحن الآن لم نتقاضى حتى الربع الثاني. وبالتالي خصوصا في البلدان التي ليس هناك فرص للعمل كروسيا وفي قوانين مشددة، وبالتالي تتضاعف المعاناة أمام الطالب. أين يروح الطالب؟ لا يجد مكان يلتقي فيه أو يوصل صوته إلا مبنى سفارة التي هي أرضه في النهاية.
كنا رؤساء الروابط الطلابية أثناء الاجتماع الأخير مع قيادة السفارة، قلنا لماذا فقط السفير اليمني في روسيا يتصرف معنا على هذا النحو؟ مثلا هناك سفارات كثيرة من السفارات اليمنية في دول العالم كماليزيا والأردن ولبنان وغيرها وألمانيا، لا يحصل فيها ما يحصل في روسيا. هي الرسالة باختصار، لماذا هل يتعمد السفير أحمد سالم الوحيشي إظهار الحكومة اليمنية بهذا الشكل المخزي، وإظهار هو الرسالة الأخرى، لماذا يتعامل السفير أحمد الوحيشي مع قيادة طلابية على هذا النحو؟ هل يجبر الطلاب والقيادة الطلابية على البحث على مسارات غير وطنية، خصوصا أن الطلاب هؤلاء قادرين على التأثير على عشرات الطلاب؟ أيضا من يخدم السفير الوحيشي في تكريم لباحثين روسيين يكتبون لصالح الحركة الحوثية، وتم نشر هذه الدراسات وتكريم الوحيشي لهم في صفحة فضائح دبلوماسية، ويعرفها الأستاذ نبيل الأسيدي، ونشكر دائما كقلم حر ومساند لقضايا الطلاب ومناهض للفساد. وألمح إلى نقطة مهمة، أنه نحن الآن في حالة انكشاف في غياب لدور أجهزة الرقابة والمحاسبة. إذن ابقى معي سيد يوسف، أعود لضيفنا السيد فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات. يعني سيد فيصل، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن السفارات اليمنية يعني تمثل الجانب الحكومي وجانب الشرعية بالشكل المأمول والمطلوب؟ عنوان حلقتك سفارات اليمن لمصلحة من تعمل، هل هي تعمل لصالح هذه الشرعية وتمثل الجمهورية اليمنية اليوم أم ماذا تمثل؟ بالفعل عندما حدث انقلاب عدن في أغسطس الماضي، سفيرين أو ثلاثة تقريبا هم من يعني دعموا الشرعية بتصريحات على تويتر أو على صفحاتهم في الفيسبوك، لكن الأغلبية العظمى من سفراء الجمهورية اليمنية للأسف كانوا يدعمون حركة التمرد في عدن وظلوا صامتين، لم يعرفوا العالم بما يجري ولم يتحدثوا. لا يوجد هناك عمل يعني موازي للعمل الدبلوماسي كالمؤتمرات والندوات وما إلى ذلك. هناك من هو في هذه السفارات للعمل لأجندات خاصة، لأجندات يا طائفية وهذه قلة، لكن هناك من يعمل، لكن ألا تدرك الشرعية كل ذلك يا سيدي؟ للأجندات ألا تدرك الشرعية كل ذلك؟ الشرعية تدرك ذلك، هناك من أرسلته تدرك الشرعية كل ذلك، وهي يعني تسمعهم وهم يتحدثون بكل أريحية عن المسألة القهوية. هناك سفير صعد في احتفال سبتمبر الماضي وتحدث بشكل واضح، قال هناك لدينا تعدد هويات في اليمن. أين يوجد هذا التعدد الهويات غير في رأسه هذا يعني المبعوث الغير مشرف لليمن؟ لا يوجد في اليمن سوى الهوية اليمنية. يوجد لدينا تعدد مجتمعاتي، تنوع ثقافي، تنوع مجتمعي، لدينا تنوع يعني في الفولكلور، في اللهجات، لكن لا يوجد لدينا تعدد في الهويات. هناك جمهورية يمنية وهي أحدث ما توصل إليه اليمنيين من 6000 سنة. هذه الجمهورية يجب ألا تضيع وألا يضيع هذا المسمى وهذا يعني النظام القائم بحد ذاته. لماذا هم سفراء هنا؟ هم أقسموا على يمين دستوري للجمهورية اليمنية. نحلم أن يكون لدينا أقاليم ونحلم أن يكون لدينا، لكن هذا لا يعني أن الهوية اليمنية تتعدد. هناك من يقول بالحرف الواحد من سفراء هذه أن الثروات في الأراضي اليمنية هي ستكون لهذه الأقاليم، وأبناء هذه الأقاليم سيستثمرونها بما يريدون، وهذا كلام مغلوط. حتى بمخرجات الحوار على علاتها يقولون 20% للإقليم والباقي لسلطة الدولة. هناك من ينتهز الفرص من هؤلاء السفراء للانقضاض على ما تبقى من الشرعية، مثلهم مثل الانقلابيين في صنعاء وعدن. هؤلاء معظمهم وكثير منهم، دعني أقول يعني حتى لو أعمم، يعملون لمصالحهم الخاصة،
ويعملون لمصالح جهوية، هناك من يريد انفصال إقليمه، وهناك من يريد انفصال جهة من الجهات. الشرعية هي تدرك لكنها يعني لا تستطيع عمل شيء. وضحت الصورة. وزارة الخارجية تتحدث بقوة، وزير الخارجية يتحدث بقوة، لكن سفراء لا يعملون يعني لا يطبقون هذا الخطاب ولا يتمثلونه في عملهم الدبلوماسي اليومي. جميل، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات، كنت معنا من كوالالمبور. ومشاهدينا نذهب الآن سويا لنشاهد هذا الاستطلاع من تعز الذي أيضا يتحدث فيه الناس حول تقييمهم لعمل السفارات والملحقيات اليمنية في الخارج، نشاهد سويا. تعاني الكثير من سفارات اليمن وقنصليتها في الخارج من فساد مستشرفيها، فالفساد ينخر هذه السفارات والقنصليات، لذا يجب على الحكومة اليمنية أن تعمل إجراءات للحد من هذا الفساد، وذلك بتغيير السفراء أو العاملين في هذه القنصليات والسفارات، وذلك لما لهذا الفساد من تأثير على مصالح الناس من أمراض وأيضا طلاب مبتعثين وغيرهم. فهذا الفساد هو السبب الرئيسي في تشويه سمعة اليمن في الخارج وعدم فعالية هذه السفارات والقنصليات في تأليب رأي عام دولي تجاه القضية اليمنية. مشكلة الفساد في الدبلوماسية اليمنية ليس حديثا، هو ارتبط بالنظام السابق نتيجة التعيين في المحسوبية والقرابة، وعمل النظام القديم على حصر الدبلوماسية اليمنية على بعض الأسر أو بعض المناطق، ما زاد الأمر تعقيدا في حالة الحرب هو خروج الكثير من السياسيين وقادة الأحزاب إلى خارج البلد نتيجة سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء. كان يتم التعيين عبر المحاصصة وعبر المحاصصة والانتماءات لبعض الأحزاب. طبعا فساد السفارات اليمنية في الخارج هو بسبب فساد التعيينات. إذا أخذنا مثال السفارة اليمنية في القاهرة وفي السعودية، ما الذي فعلته السفارة؟ إذن هذا كان استطلاع من محافظة تعز، وأعود لضيفي الصحفي نبيل الأسيدي. سيد نبيل، لو وقفنا بالحديث حول ما جرى مؤخرا بالسفارة اليمنية في مصر، هناك يعني قضية فساد كبيرة يعني نشرتوها أنتم من خلال الحملة، الناس يترقبون ما الذي تم بخصوص هذه القضية، وبدأ البعض يشعر بأن الشرعية هي جزء من هذا الفساد ومشاركة فيما يحصل في سفارة الجمهورية اليمنية في مصر. طبعا فيما يخص السفارة اليمنية في القاهرة هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة للكثير من قضايا الفساد. أعتقد أنه خلال 4 سنوات من بدء حملة اللهم لا حسد كان السفير مارم والسفارة اليمنية في القاهرة وعدد من الدبلوماسيين المتواجدين فيها ربما بشكل دائم في قضايا الفساد. بينها قبل 2 عامين تم سرقة منح كاملة للمنح الدراسية عبر السفير مارم وبتوجيه من بندغر في ذلك الحين، وتقريبا 60 منحة، تقريبا حوالي 40 منحة صرفت لأبناء المسؤولين عبر السفير مباشرة قبل أن تتحول المنح وتعود العمل إلى وزارة التعليم العالي. صرف أكثر من 40 منحة لأبناء المسؤولين والدبلوماسيين والتجار. أضف إلى ذلك أن أحد الأشخاص فقط العاملين في السفارة وهو المقرب الشديد من السفير قدم 10 منح لزوجته وأبنائه وأبناء عمومته من محافظة حجة، وحتى أنه يعني قدم منحة في للهندسة من جامعة حجة ورغم عدم وجود كلية للهندسة في جامعة حجة. هذه 10 أسماء لشخص واحد. أيضا كل الدبلوماسيين العاملين في السفارة بقربهم من السفير استخرجوا لأبنائهم منح على حساب الطلاب، وكانت هناك مبرر دائم للسفارة بأن هناك اتفاقية مع الجهات المصرية
بمنح 10 مقاعد لأبناء الدبلوماسيين اليمنيين، وهو الأمر الذي كان فضيحة مدوية، بأن حينما نشرت الاتفاقية التي وقعت في شهر 7/2015 لا يوجد فيها أي بند يمنح الدبلوماسيين أو أبنائهم أي حق. هناك أيضا أبناء الدبلوماسيين تم تسجيلهم حتى الآن في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وهي أهم الجامعات، وبينما الطلاب أوائل الجمهورية يرمون بهم في جامعات بعيدة أو جامعات ثانوية. أضف إلى ذلك أن معدلات أبناء المسؤولين حتى لا ترقى بعضها 60% أو 70% كما ظهرت. هناك أيضا طيب أمام هذا الكم الكبير من المشاكل والفساد، سيد نبيل، من الذي بيده الحل الفعلي للحد من هذه الفساد أو من هذه المشكلات والحد من هذا الفساد باختصار سيد نبيل، لأنه داهمنا الوقت، يعني من بيده الحل لما يحدث اليوم؟ مختصر ما حدث، التقيت بأحد كبار المسؤولين وكنا نتحدث عن السفارة في مصر، لماذا يعني رغم كثرة الفضائح في هذا السفير لماذا لم يتم تغييره؟ قال لي بالحرف الواحد: هذا مدعوم من ناصر هادي نجل الرئيس هادي، انتهى باختصار. إذن جميل، لكن سيد نبيل من الذي يملك الحل اليوم أمام هذا الكم الكبير من الفساد؟ إذا لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتصحيح الوضع فإن الفساد سيستشري. السفراء يعرفون جيدا بأنهم لن يكونوا سفراء مرة أخرى، وبالتالي فهم يعبثون إما بجهل وإما أيضا للحصول على الكثير من المكاسب المادية. هناك خلل في الشرعية، هناك خلل في الحكومة، وهناك خلل في الأداء، وبالتالي هذه فرصتهم الوحيدة لممارسة هذا الفساد المستشري. وحينما تأتي الدولة وحينما تعود الحكومة وحينما تعاد هيكلية الدولة يعرفون جيدا أنهم سيكونون خارج أو في هامش العمل السياسي، وبالتالي نحن الآن للأسف الشديد حولت الدبلوماسية إلى مجموعة فسدة وإلى أطفال وعائلات شخصية. هناك سفارة بينها حوالي 6 من أبناء المسؤولين. السفارة يتخرج الابن اليوم ويتم تعيينه مباشرة. نعم، أشكرك، وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي نبيل الأسيدي، كنت معنا من جنيف، ونكتفي بهذا القدر ونعتذر على أن ضيفنا يوسف مرعي أحد الطلاب اليمنيين في موسكو فقدنا الاتصال به عبر سكايب. وفي الختام تحياتي لجميع الضيوف، وتقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميل إلهام عامر، وحتى الملتقى في أمان الله ورعايته.